الحمد لله كملنا المساكن تاعنا صحة ولهنا ان شاء الله، ونغادر نوليو لبلادنا ان شاء الله صحة ولهنا ان شاء الله. الحمد لله يا رب العالمين، راني فرحة بالحج تاعنا ويكمل لنا ربي به ولينا ولوليداتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج حميدة عبد الحميد من الجلفة، أدينا المناسك في أحسن الظروف الحمد لله. الإقامة بالطبع نسأل القبول، هذه شيء. الإقامة جيدة، البعثة هناك تحسن كبير بمناسبة يعني من السنين الماضية. نتمنى إن شاء الله الاستمرارية في هذا التحسن إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله حج مبرور إن شاء الله للجميع، ونتمنى ثاني كذلك الهنا للوطن تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أن أقول الحقيقة، هي الدولة دار دعم للحجاج الجزائريين، لكن الدعم ما بانش في الواقع الميدان، لأن التنظيم ماهوش في المستوى. التنظيم منين؟ على المستوى اعلى. لابد ان البعثه الجزائريه ينقصوا من تاع الشؤون الدينيه ويديروا ناس مختصين في التنظيم، لانه مشكل تنظيم بحت. المشكل تنظيم بحت، لابد يديروا ناس مختصين على مستوى اي وزاره من الوزارات عندها اختصاص في التنظيم. اما الشؤون الدينيه يجيبوا ناس لتفتي وتوري الناس امور دينهم، يجيبوا واحد في كل فندق يكفي. ويجيبوا ناس منظمين ويزيدوا في الاختصاص تاع الحمايه المدنيه للتدخل في الميدان، لان القليل شيء قليل تاع الحمايه المدنيه ما يقدرش يغطوا البعثه كامل اللي تجي. نعرف ان الجزائريين يجوا كبار بزاف ويجوا عجائز وشيوخ، لابد الحمايه المدنيه تكون اكثر عدد، اما الجانب الشؤون الدينيه تكون اقل، الجانب الفتوى فقط. ونعاود نقول لازم يجيبوا ناس مختصين في التنظيم، والتنظيم يبدا من الجزائر. لما نجوا في الطائره تعرف الغرفه نتاعك، تعرف العدد اللي يكون فيه، تعرف كذا. هذا اللي حبيت نقوله. واش تقدر تقول انت مغادر ارض الوطن، مغادر البقاع المقدسه؟ يا اخو الحمد لله ادينا المناسك تاعنا، هذا هو الحج، في ايجابيات وسلبيات في التنظيم. المهم انا نهضر لك، لما تكون التنظيم جيد راح تكون كالاندلسيين. جي لقناه الشروق اعطتنا هالفرصه هذه حتى يتابعونا المواطنين تاعنا في ارض الوطن. بطبيعه الحال احنا نشكر الله تعالى سبحانه وتعالى على اعطائنا هالفرصه هذه حتى نديو مناسك تاعنا ونديو الركن الخامس بكل 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 فرح وكل اعتزاز. بطبيعه الحال احنا ادينا المناسك تاعنا على احسن وجه ان شاء الله. احنا واش نقولوا بالتنظيم، يعني كان متواضع، ولكن احنا كحجاج ما سهلناش المهمه للمنظمين، ما سهلناش المهمه. احنا نغادر ان شاء الله المناسك الاماكن المقدسه، نتمنى وان شاء الله ان الناس اخرين العقوبه لهم ان شاء الله، العقوبه لهم ان شاء الله، ويجيو حتى هما يزوروا الاماكن المقدسه ويديو مناسكهم على احسن وجه. وبارك الله فيكم وشكرا. بسم الله والصلاه على رسول الله، ونسلم على ولادي فطوما بو عارفه ليش بوليده، ونشكر قناه الشروق ونهدي سلامي لحبابي وماليا كاع، نقول لهم راني بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. على 15 يوم الثلاثه اللي كتب ربي ان شاء الله، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم ان شاء الله. قبل اللي يتمنى يجي ثاني عاود يزور بيت ربي ان شاء الله، ان شاء الله يا رب العالمين. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم. أيها الجزائريون كونوا مطمئن القلوب، فإننا في كل خير اطمئنوا من جهتنا، إننا في رحمة الله وبركاته. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد. نشكر قناة شروق اللي أعطتنا الفرصة اللي نتواصل مع بلدنا العزيز الجزائر. الحاج معمر بودربالة من مدينة الأغواط. نثمن الجهود المبذولة من الحكومة الجزائرية والإمكانيات الكبيرة، ولكن التنظيم ليس في المستوى. هذه ملاحظة لابد يعرفها كل واحد. الحمد لله الحجاج تاعنا أداو فرضهم في صحة جيدة،
بمساعدة الحماية المدنية التي نلقاها في أي مكان وفي أي جهة من تاء يساعدون في أي وقت، ولكن التوجيه الديني شوية ناقص. وبارك الله فيكم للشروق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الحاج لالو بوبكر من ولاية أضرار من جنوب الجزائر. على كل حال نشكر كل السلطات يعني الجزائرية أولا على هذا التنظيم اللي كان قارنوه بالعوام الماضية، وهذا العام فيه تحسن ملحوظ إن شاء الله يكون أكثر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية رانا أدينا مناسك الحج نتاعنا على أحسن ما يرام، وإن شاء الله الشيء اللي نتمناه هو كل يعني الحجاج الجزائريين نتمناو لهم حج مبرور وذنب مغفور، وإن شاء الله عودة ميمونة إلى أرض الوطن الجزائر إن شاء الله يا مولانا. ونتمناو اللي ما جاش إن شاء الله نتمناو له زيارة لهذا الأرض الطاهرة. الله يجعل مولانا إن شاء الله يتقبل منا ومنك ومن جميع المسلمين والمسلمات يا ربي يا أرحم الراحمين. وتحياتي إلى كل يعني سكان ولاية أضرار وسكان الجنوب وسكان الجزائر بصفة عامة، وتحية الجزائر وتحية ويحفظ الجميع يعني مسؤولين بالجزائر يا ربي يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر البعثة ونشكر السلطات المحلية، ورانا ما أدينا المناسك تاعنا على ما يرام. وتحية الجزائر، وأنا جليخ الحواس من الأغواط، والحمد لله نحمده ونشكره. الرحمن الرحيم. على كل حال أدينا المناسك تاعنا على أحسن ما يرام، ونشكر البعثة الجزائرية على المجهودات الجبارة اللي قايمة بها. يعني وأدينا الواجب تاعنا كما ينبغي، ما خصنا حتى شيء. رجال الحماية المدنية والأعوان اللي معنا والمرشدين يعني قايمين بنا، قايمين بنا يعطيهم الصحة على أحسن ما يرام. ونشكر الدولة الجزائرية على المجهودات الجبارة اللي قايمة بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى وسلم على سيدنا محمد. الله ينصر بلادنا، الله ينصر وليداتنا وبنياتنا، والله يحفظ الحماية إن شاء الله. وما خص له حتى خير، تبارك الله. ناعمين مفرحين فارحين، فوتنا فرايدنا تبارك اللهم إن شاء الله. الله يحفظ البلاد ويعفو على بوتفليقة ويعفو إن شاء الله على الرجال كاملة يحفظهم، وبنياتنا يفوزه ولادنا يفوزه ورجالنا والحماية وكامل. الله يحفظكم ويرعاكم ويعفو على بوتفليقة ويطلع علينا شان بلادنا. الله يطلع البلاد إن شاء الله ويطلع شانها إن شاء الله يا رب العالمين يا رحمن الرحيمين. نشكر أولا قناة شروق على اللي تاحت على الفرصة باه نهدي التحية لسكان قصر الحيران ولاية الأغواط، ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير، وربي ان شاء الله يتقبل الحج سعي المشكور والذنب المغفور الى جميع حجاج الدوله الجزائريه. ونشكر ان شاء الله جميع اللي قائمين سواء كانوا مسؤولين او حمايه او من بعيد او قريب. امين. وربي ان شاء الله يحفظ بلادنا ويزين العباد والبلاد ان شاء الله. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاج بوجمعه عبد القادر من ولايه ملبوقي. اول واقع قبل كل شيء نشكر قناه الشروق الهدي نهدي سلامي الى الشعب الجزائر كامل، وربي يهنيهم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين كي اعطانا ربي الصحه. احنا عقبنا المناسك نتاعنا في كل ما يرام. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من ولايه البويره بلديه الهاشميه قاسمي محمد. نشكر الشروق ونشكر الحمايه المدنيه على الواجب اللي قاموه، ويعدل زياره مقبوله للجزائريين كاع ان شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. علي لي قيدي من بجايه، يعني رانا لاباس الحمد لله. درنا الحجه ما شاء الله، درنا الحجه ما شاء الله، مازلنا سيمانه رانا نفكروا هذوك اللي ماتوا الله يرحمهم ربي يوسع عليهم بالرحمه الواسعه يا رب العالمين. الامراض ربي يشفيهم ان شاء الله، هذه هي ان شاء الله، مازلنا سيمانه ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله. والعقوبه اللي مازال ما داروها ان شاء الله نتمنى لهم يديروها، هذا ما كان. الله لا يحرم حتى مؤمن. ومبروك عليكم كامل ان شاء الله. ونشكر الرئيس تاعنا والمسؤولين اللي جابونا قاموا بنا الحمايه المدنيه، الله يحفظهم، الله يحفظ ماذا ما نقولوا، الله يحفظكم كاع ان شاء الله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج سليماني الهادي من ولايه خنشله. في البدايه اشكر قناه الشروق التي اتاحتنا هذه الفرصه على ان نهني الشعب الجزائري برمته بعيد سعيد وعمر مديد، كما نهني جميع الحجاج
جميع الحجاج نقول لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين إن شاء الله يا رب العالمين. وفي كما أشكر اللجنة والتي اللجنة الجزائرية والدولة الجزائرية قائمة يعني كل الظروف مواتية أتاحت لنا كل الفرص والحمد لله أدينا مناسكنا على أكمل وجه والسلام عليكم. طفاوي عمارة ونشكر إذاعة الشروق ونشكر الحماية المدنية اللي قامت بالواجب هي الأولى والله يرحم الشهداء اللي ماتوا. الله يرحمهم. أيوة والله يسهل في الجزائر الله يجعلها تكون منورة إن شاء الله. إن شاء الله.